الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الانتصار من الظالم عن إبراهيم النخعي معلقا ووصله غيره، أنه قال رحمه الله تعالى: وكانوا يكرهون، أي السلف رضي الله عنهم ورحمهم، كانوا يكرهون أن يستدلوا، فإذا قدروا عفوا. وهذا كان من هديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويبين هذا المعنى ما جاء عن مجاهد رحمه الله ورضي عنه أنه قال: كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه، كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فيجترئ عليه الفساق، فيجترئ عليه الفساق، ولكن المؤمن إذا يعني تعرض لمثل هذا الأمر فإنه يظهر الانتقام ويظهر القدرة ثم يعفو، أو كما جاء عن مجاهد رحمه الله ورضي عنه. وهذا يبين المعنى الذي ذكره النخعي رحمه الله تعالى في هدي السلف في هذا الأمر، أنهم كانوا يكرهون أن يستذلوا، ذلك لأن المؤمن عزيز فلا يعرض نفسه للذلة، فيجترئ عليه أهل الفسق وأهل الفجور وأهل الظلم. فينبغي إذا اعتدي عليه أنه يظهر الانتصار لنفسه، يظهر الانتصار لنفسه ويظهر الانتقام، فإن قدر على الانتقام فإنه يعفو. والعفو ليس ممدوحا مطلقا وليس مذموما مطلقا، وإنما هو مقيد في كتاب الله سبحانه وتعالى بالصلاح، وقد جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ إن المراتب عند المظلمة ثلاث مراتب. قال سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ينتصرون لأنفسهم، يظهرون القدرة على الانتقام، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا أرادوا الانتقام فإنما ينتقمون بالعدل، جزاء سيئة سيئة مثلها. هذا المقام الأول، مقام العدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا المقام الثاني، مقام الفضل. والمقام الثالث، إنه لا يحب الظالمين. فإذا انتصر لنفسه فلا يبغي ولا يزيد في الانتقام فيكون ظالما، فهو إما أن يكون عادلا وهذا لا يذم إذا أخذ حقه، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكره في معرض هذه الآيات في سبيل المدح وصف المؤمنين، فهو يعدل إذا أراد أن يأخذ حقه، وإما أن يكون صاحب فضل فيعفو، وإما أن يكون ظالما فإن الله لا يحب الظالمين. وقد ذكرنا أن العفو ليس مذموما مطلقا وليس ممدوحا مطلقا، لأن الله عز وجل في هذه الآية قيده فقال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح. فالعفو يكون ممدوحا إذا كان هذا العفو فيه صلاح وإصلاح، أما إذا كان هذا العفو ليس فيه صلاح ولا إصلاح فإن القصاص هو الأفضل، والله سبحانه وتعالى قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا يشمل جميع المظالم، سواء كانت في القتل، في الضرب، في الاعتداء، في أي نوع من أنواع الظلم. إذا رأيت أن العفو أفضل فقبل أن تعفو لا بد أن تظهر القدرة على الانتقام، القدرة على الانتصار، ثم بعد ذلك تعفو، كما ذكر إبراهيم النخعي عن السلف أنهم إذا قدروا عفوا، وذلك لأن العفو مع عدم المقدرة لا يسمى عفوا وإنما يسمى عجزا. فهذه المسألة تختلط على كثير من الناس فيظنون أن العفو مستحب مطلقا، وليس الأمر كذلك، وإنما هو الأمر مقيد بالصلاح والإصلاح. ولعل نضرب مثالا على ذلك يتضح به هذا المقال، مثالها: لو أن رجلا عرف بأنه
متهور مثلا في قيادة السيارة، عرف بالتهور ثم صدمك، هل مثل هذا الأفضل بحقه العفو أم الانتصار؟ الأفضل في مثل حق هذا أن لا يعفى عنه حتى ينزجره وينزجر غيره. أما لو أن رجلا عرف بحسن القيادة وعدم التهور ثم بعد ذلك صدمك، هل الأفضل في حق هذا العفو أو الأخذ بالحق؟ الأفضل في حق هذا ما هو؟ أنك تعفو عنه وتصفح. وهذا كمثال، وعليها فقس بقية الأمور. فإذا هذه قاعدة عظيمة، وكان من هدي السلف أنهم على هذا الحال، أنهم كانوا يكرهون أن يستذلوا، وإذا قدروا عفوا، وإذا قدروا عفوا. وهذا العفو كما ذكرنا مقيد بالصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.